مضامين النسخة النهائية من مشروع الدستور. الاتهامات لهيئة التنسيق والصياغة بخرق الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، توافقات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع الدستور، مدى احترام الاستحقاقات القادمة. هذه بعض من المحاور التي سنطرحها الليلة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر في هذا الحوار الخاص على الوطنية الأولى. فأهلا وسهلا بكم. هذا الحوار يرافقني فيه كل من فريدة الدهماني الزميلة بمجلة جون أفريك والزميل الياس الغربي بإذاعة إكسبرس أفهم. سيد رئيس المجلس، مرحبا بكم على الوطنية الأولى. ومرحبا بكم في باردو، في هذا الفضاء اللي هو طبع فضاء نواب الشعب، لكن هو فضاء تاريخي بالنسبة لتونس. دائما هذه مش أول مناسبة اللي نستقبلكم فيها ونستقبل وسائل الإعلام، وخليوني نغتنم الفرصة هذه لأنها لم تتح لي في السابق باش نقدم تعازية. أولا نترحم على شهداء الشعامبي من الجيش الوطني والحرس الوطني والقوى الأمن اللي قاعدة اليوم تحمي في البلاد من مخاطر كبيرة. هذه مناسبة باش نترحم عليهم ونقدم التعزية لأهاليهم ولذويهم، الله يرحمهم. طيب سيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أهم الإضافات الواردة في النسخة النهائية من مشروع الدستور مقارنة بالمسودة الأولى التي قدمت في أوت 2012 ومقارنة كذلك بدستور 1959؟ والله طول حديثي طول بالنسبة للدستور. نص خدمنا عليها انطلقت الأشغال من 15 فيفري 2012، اليوم تقريبا قريب نغلق العام ونص، مازلنا ما غلقناش، لكن فما 16 شهر خدمنا على النص هذا لصياغته. وبالطبع كما قلت الحديث يطول، لكن نحب نذكر وأن منذ الأسابيع الأولى عندما انطلقنا في الأشغال كانت فما تخوفات، لأن الدستور هذا هو قانون القوانين، وكانت تخوفات حول مسألة المس بالنموذج متاع المجتمع وطريقتنا وأسلوب التوانسة في الحياة، والتونسي اللي يعني يحب يصلي ويواصل يعني التقاليد متاعه ويحترم التقاليد متاعه، والتونسي اللي يحب يتفرهد ويحب بالعكس يكون عنده كل الحريات. أنا اليوم لو كان مش نقول كلمة برك، نقول توصلنا باش وفقنا ما بين التجذر متاعنا في هويتنا العربية الإسلامية من ناحية، ومن التوق متاعنا توق المجتمع متاعنا باش يكون على مستوى الحدث ويعيش عصره في إطار الحريات الكونية حقوق الإنسان. هل التوافق هذا ما كانش بسيط؟ يعني هذا يخلينا نتمانوا إلى حد بعيد على نموذج وطريقتنا في الحياة، هذا هو الهدف. من ناحية ثانية، هالقانون هذا كان مطلوب منه باش يحمي الحريات، لأن الثورة جاءت من أجل الحريات، ونضالات أجيال متعاقبة شاركت أنا فيها من جملة ما شاركت، لكن فيها قوى سياسية من كل الأنواع، فيها نقابيين، فيها فنانين، فيها إعلاميين، فيها حقوقيين من أجل الحريات. اليوم نجم نقول وأن كل الحريات، نقول كل الحريات، اللهم نتكلم على تونس مش نتكلم على بلاد أخرى، كل الحريات مضمونة، السياسية، الاجتماعية، الثقافية، حق الإضراب، الحق النقابي، الحريات هذه. ثم تجنبا لما حصل في السابق، لأن يعني الدستور 59 على الأقل في وقته ما كانش دستور بطال، يعني كان باهي دستور 59، بعد وقعد تلاعب فيه ودخلت عليه برشا يعني تعديلات على المقاس إلى غير ذلك، لكن المشكل متاعه هو كان يضمن الحرية ثم يخليها للقانون والقانون يجي يسلبها. عملنا الفصل خاص، فصل 48 تقريب، فصل 48 يقول وأن ما يمكنش باش عندما نصيغ القوانين نمس من جوهر الحق ومن جوهر الحريات، وهذه ضمانة أساسية بالنسبة للمستقبل. بالطبع ما نقارنوش توا الدستور هذا ب 59، لأنه جاء في عصر آخر،
مش نلوم على سابقين، كل حاجة جات في وقتها. اليوم الدستور هذا جاب أشياء عديدة جديدة، المحكمة الدستورية يعني هذه ضمان من الضمانات باش القوانين اللي تخرج دائما تبدأ ملائمة ومطابقة للنص الدستوري، هذا شيء أساسي ما كانش موجود. المحكمة الدستورية عملنا هيئات دستورية مستقلة اللي تشرف على الانتخابات واللي تشرف على الإعلام، يعني بالطبع لضمان استقلاليته وحريته، اللي حقوق الإنسان، فما هيئة اللي مهتمة بمستقبل الأجيال في إطار التنمية المستدامة، فما هيئة تشرف على مقاومة الفساد، يعني كل هالأشياء هذه جديدة. فما شيء آخر جديد اللي ما كانش موجود واللي ربما هو متناسب أكثر مع الأسباب الأساسية اللي دفعت للثورة هو السلطة المحلية. اليوم هذا موضوع اللامركزية، ما عادش واحد يبدأ في القصبة مسكر عليه البيبان الكل وياخذ القرارات ويطبقوها في قفصة في جندوبة وفي بنزرت في أي جهة من جهات البلاد. اليوم فما سلطة محلية، فما جماعات محلية منتخبة هي اللي تحدد الحاجيات متاع الجهة، هي اللي تقرر شنو البرنامج متاع التنمية، وهي اللي تتابع تطبيق البرنامج هذا. هذه أشياء أساسية. ثم في نهاية الأمر، وربما هذه القضية اللي باش يتواصل النقاش حولها حتى في الأسابيع القادمة، هي النظام السياسي. احنا كان الهدف هو أولا القطع مع منظومة الاستبداد، كونه شخص يستحوذ على كل السلطات كلها في يده ويعمل ما يحب. بالطبع ينجم يعمل الباهي كما يعمل الخايب، وللأسف في أغلب الأحيان يعمل الخايب. لكن القطع هذا مع الاستبداد خلانا نبحث على نظام متوازن. أولا نفصل بين السلطات، التركيز على استقلال القضاء. اليوم القضاء سلطة مستقلة، معناتها بصريح العبارة كما قلنا وهذا جديد في فصل واضح، تونس دولة مدنية. زاد كذلك مهم هذا بالنسبة لدولة القانون، دولة المواطنة، يعني هذه أمور أساسية. بالنسبة للنظام السياسي كما قلنا قطعنا مع الاستبداد، هذا واضح. هل ترى نجحنا في وضع نظام سياسي متوازن بين رأسي السلطة التنفيذية؟ هذا بالطبع قاعدين نفركسوا في النموذج متاعنا. احنا في تجربة أولى، فما نماذج كما البرتغالي كما غيرها من الأنظمة اللي لكن هم عدوا عملوا 7 تعديلات للدستور متاعهم باش وصلوا إلى شيء من التوازن. احنا في الحقيقة حبينا رئيس دولة يكون ماهوش يده في التنفيذ اليومي في الممارسة اليومية، حبيناه حكم، حبينا يكون عنده سلطة معنوية قوية، انتخاب مباشر، هذا مهم. لكن في نفس الوقت حبينا نعطيه سلطات خاصة به كما السياسة الخارجية كما الدفاع الوطني، هذا مجالات متاعه، مجالات اختصاصه. حبيناه يكون ينجم يباشر ويبدأ مطلع على سياسة الحكومة بدون ما هو يباشرها، ينجم يحضر في كل الجلسات الوزراء، يعني مجلس الوزراء ينجم وكل ما يحضر هو يترأسه باش ما يجيش كيف الضيف، معناتها هكا جاي باش يسمع ويتبع وكهو. عنده القدرة باش يحل البرلمان لكن في حالات معينة. هذا ما نجيش باش نطول عليه كاسر، لكن حبيت نقول وأن مشينا في هالاتجاه هذا متاع توازن السلطات، ورئيس الدولة هو اللي يحمي الدستور، هو اللي يحمي الحريات، ينجم يمشي للاستفتاء إذا كان شاف قانون يمس الحريات ولا يمس مجال الحالات الشخصية. سنأتي عذرا يعني سيد رئيس المجلس، سنأتي إلى مجمل تقريبا في التفصيل، يعني شنو هو الشيء الجديد بالنسبة للسابق؟ لا بالنسبة ولا مناسبة؟ لا بالنسبة ل 59، لكن بالنسبة للمسودة الأولى التي تقدم معنا تم تقديمها في أوت 2012، يعني ما الجديد؟ ما هي الإضافات مقارنة ب 2012؟ تعال احنا وقلي خرجنا المسودة في أوت، يعني كما قولوا في طنبك السخانة، وكانت الناس كل في عطلة، لكن احنا حرصنا باش ما نمشيوا للعطلة البرلمانية لما نخرجوا المسودة الأولى، وكانت فيها نواقص منها فكرة التكامل بين الرجل والمرأة، ووقع فيها برشة تأويل وبرشة حاجات زاد الدقة. المسودة الأولى أوت، المسودة الثانية في شهر ديسمبر كانت أفضل، واليوم عندنا نص اللي هو أفضل بكثير من المسودة الأولى والثانية.
يعني ما نحبش نقول كما قلت في وقت من الأوقات هو من أحسن الدساتير وهو دستور جيد، لكن دائما نأكد وأنه قابل للتحسين. وما زال عندنا شهرين على الأقل، منهم 15 يوم يعني مش عطلة هو، لكن ما فماش إلى جلسات عامة لغيره، لأن بعد لن نحط المشروع هذا بين يدي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. النظام متاعنا يفرض علينا كونه مدة 15 يوم من مسوش من الدستور، ثم ننطلق في الجلسة العامة للنقاش العام، ثم لمناقشة الدستور فصلا فصلا. لكن فيه تقدم كبير ياسر بالنسبة للمسودات السابقة، هذا واضح. سيد الرئيس، حسب أقوالك الدستور هذا دستور كل التونسيين، أما برشا ينتقدوا في داخل المجلس التأسيسي وخارجه اللي هو دستور محاصة حزبية، شنو رأيك؟ هذا كلام سمحني أنا نحب الصحفيين، ما هو من الكليشيات، يعني هذه كلام كليشيات. علاش نقول كليشيات؟ أولا لأن في نفس الوقت هي ديما معادلة صعبة، كل تونسي ماذا بيه عنده دستور. أنا لو كان نطلب منك أنت باش تكتب الدستور، محقق عندك برشا حاجات تحب تغيرهم، لأنه فهم حاجات اللي هي تهمك أو تثير انتباهك وعنايتك أكثر من غيرها. لكن كل تونسي ما نجمش هو يكتب الدستور، وقتها يولي عندنا 3 ملايين دستور على الأقل، إذا كان الناس اللي يصيغوا عندهم يقولوا وينجموا يكتبوا دستور كل التونسيين، معناتها دستور يشاركوا فيه أغلب التونسيين. عملنا هذا المستحيل، احنا اخترنا الخيار الصعب، انطلقنا من ورقة بيضاء، كنا نجموا نعطيه المجموعة من الخبراء كانوا يعطيونا نص دستوري ممكن يكون طيب، يعني في ملامح وفي تناسكو الأبواب متاعه، ما فماش كما يقولوا انكويرانس، ما فماش تضارب، ما فماش كذا. لكن أنا متأكد اللي كان عملوه خبراء أو خبراء أخرين قالوا لهم لا، شنية الحكاية هذه ومنين جبتوها، وفما دراسات أخرى تقول عكس ذلك، وفما يعني مدارس حتى في القانون الدستوري اللي ما تبداش دائما منسجمة بين بعضها بعض. احنا اخترنا كون يكون اولا نواب شعب هما اللي يكتبوه، لكن رغم ذلك من 15 فيفري الى اوت واصلنا الاستماع الى الخبراء، الى كل مكونات المجتمع المدني، الى النقابات، ثم نظمنا حوار وطني، هبطنا للدوائر الكل، خرجنا حتى خارج تونس، مشينا للدوائر اللي هي خارج التراب التونسي، حاولنا بقدر الامكان نوصلوا الى استبطان الدستور باش يولي التونسي على الاقل يسمع به. فما اللي فدوا الحقيقه من الحديث حول الدستور، لكن في الغالب الناس استحسنت كونه شاركوا بشكل او باخر في صياغه الدستور هذا. لكن في نهايه الامر لابد من الحسم في النهايه، يعني توا يعاب على هيئه التنسيق والصياغه كونه خرجت مشروع في نهايه الامر، يلزم في وقت من الاوقات كون نقولوا به وقف وزاد الحديث وقف الحديث، وتوا يلزمنا ندخلوا في الانجاز. والمرحله الاخيره باش تكون مرحله مهمه، لكن المنطلق نتاعنا باش يكون باهي، لانه هو نتاج التوافقات هذه. وقت تقول لي معناتها تجاذبات حزبيه، صحيح هو هذايا اللي ممكن يتسبب في ما يمكن اعتباره هكا شيء من ديزانكويرانس ممكن ما بين الباب هذا والباب هذا. حاولنا مع الخبراء باش نتجاوزوا المسألة هذه، أما نتصور كونه مازال فيه ما هو قابل للتحسين. لكن إذا كان الدستور باش يكتبوه التوانسة الكل، ما نجمش يكون صبة واحدة، يلزمنا نقبله. وأن خلافا للدستور 59 اللي خدمته نخبة وخدموه النواب المجلس القومي، هذايا تخدم في تونس كاملة، ما ثماش واحد ما قالش فيه رأي إلى حد اليوم. فما اللي يقول مش بطال هايل، وفما اللي يقول شكارة والبحر طيش، بين هذا وهذا فما وسط اللي هو معقول. وانا متأكد اللي كونه في نهاية الأمر التوانسة باش يشعروا أنه حقيقة دستور كل التونسيين والتونسيات. سيد الرئيس، على ذكر شكارة والبحر، مع نهاية الأسبوع الماضي غرة جوان تم التوقيع على مشروع الدستور، يوافق الآن الإعلان على هذا المشروع جملة من المشادات الحادة ومن الجدل، مثلا فكرة الانقلاب على اللجان التأسيسية، انقلاب على مضامين الحوار الوطني، خرق للنظام الداخلي، انفراد بالرأي، هذا من كل ترجعوا لهم تباعا في حوارنا اليوم. لكن بصفة عامة، هل هذا المشروع مهدد بالسقوط قبل أصوله للجلسة العامة؟ كيفاش تتصور أنت خدمة اللي تخدمت
كما قلت أنا من 15 فيفري 2012 إلى غرة جوان 2013. الخدمة هذه شاركوا فيها في اللجان التأسيسية يعني 22 في الستة تبارك الله 132 نائب ونائبة مدة 12 شهر على الأقل ولا 14 شهر. ثم بعد ذلك خذيناها احنا في هيئة التنسيق والصياغة اللي نحب مما برشا حاجات يقع فيها شيء من المغالطة. أنا ما نحبش ندخل في البوليميك لأن الدستور أعلى بكثير من كونه إنسان يدخل في عرك من العركان. هي موجودة على لكن لا لا شيء طبيعي. لكن احنا هذيك تول احنا يعاب علينا ساعة ساعة نخدمه في شيء من الصمت ما نتكلموش ياسر ونهار الكل واحنا على البلاتوات وانتم بارك الله فيكم اتحتوا لي الفرصة باش نقدم عدد من التوضيحات. يعني عندما نتكلم على هيئة الصياغة والتنسيق الهيئة هذه التركيبة متاعها فمش جانا ناس جبناهم من الكياس. هذوما رؤساء اللجان التأسيسية والمقررين متاع اللجان التأسيسية يعني حقيقة هما يمثلوا اللجان التأسيسية. ثم شنو اللي الدور متاعها هي الهيئة هذه؟ هي الصياغة النهائية لمشروع الدستور. هي الصياغة النهائية شنو نعملوا كوبي كولي؟ وقت عاد كنا نربحوا برشا وقت. كنا ناخذوا اللجان التأسيسية من المسودة الأولى ولا من المسودة الثانية ونقدموها للجلسة العامة وكفى الله المؤمنين قتالا. احنا بالعكس قدمنا هالمشاريع هذه للجلسات العامة للنقاش للتعريف كذلك بمضامين هذه عملية الاستبطان من طرف المواطنين والمواطنات في تبعوا النقاشات اللي وقعت في المجلس. يعني ما ثماش حاجة تعملت بين أربع حيوت وبيبان مسكرة مغلوقة. بالعكس كانت عملية يعني تفاعلية بيننا وبين المواطنين وبيننا وبين الرأي العام. وسائل الإعلام قامت في المجال هذا يعني حقيقة بمهمة أساسية للتعريف فيها النقد بالطبع هذا شيء طبيعي. لكن التعريف بالدستور اليوم باش نحطوا هالمسألة هذه الكل قال شنو لا والله باش نعطلوا ايش مناش باش نعطلوا الدستور. يلزم العباد تفهم وهذا نداء الى اولا الشعب التونسي باش يقظ يعني العملية تهمه بالاساس هو. لكن للطبقة السياسية للنخبة السياسية باش تفهم اللي هي مش مسألة لعب هذه تمس المسار الكل. يعني وقت من عطلوا الدستور شو معناتها؟ معناتها نوخروا كل شيء. احنا على اسبوع واسبوعين معناتها ساعة ساعة تقع. فاحنا في الاجندة متاعنا كنا مبدئيا رانا نناقشوا في الدستور اليوم في جلسة عامة وخرنا تقريبا باسبوعين ثلاثة. يقول القائل يا ريت لو كان نجمنا نربحوهم. لكن شو عملنا احنا؟ وقت اللي خذينا في بداية افريل النصوص من اللجان التأسيسية عدينا يعني 10 أيام و10 ليالي نقول 10 ليالي لان فيها سهرات في المدة هذيك ناقشوا في النصوص هذه. في نفس الوقت فما مجموعة من الأحزاب نادينا احنا كرؤساء ثلاثة مجموعة من الأحزاب باش تجتمع وهي بدأ تحاول باش تلقى توافقات ووصلوا إلى توافقات. لكن هما يخدموا واحنا ما وقفناش من العمل. وصلنا العمل بين سق هما يعملوا اجتماع في النهارين احنا نعملوا 4 اجتماعات في النهار. ما وقفناش لان حتى حد ما ينجم يفرض على المؤسسه هذه بالله استناني حتى لين نخلط. جاتنا مقترحات وتم استيعابها من طرف الهيئه هذه التنسيقيه قدمنا لانها التنقيحات كيف جينا يلزمها تقدم بينا مش جينا باش ترجعنا للكاز ديبار معناتها نرجعوا بالتوالي قال شنو والله. ثم في نهايه الامر بعد هذاك اجتمعنا بالخبراء عدينا معاهم 5 أيام و5 ليالي. ثم بعد ذلك رجعنا احنا لهيئة التنسيق خدمنا وحدنا باش خرجنا المشروع هذا. وقت اللي خلطنا قدمناه للرأي العام وياريت لو كان نجمنا نقدموه 10 أيام قبل. لو كان كملنا قبل رانا قدمناه قبل. يعني ما ثماش مزاحمة فما تكامل بين ما يقع على مستوى المجتمع المدني وما بين العمل في صلب المجلس الوطني التأسيسي. ما ننساوش حاجة وأن عدد لا بأس به من النواب ما همش قابلين التفاعل مع المحيط. قل لك لا أنا نائب الشعب منتخب وعندي شرعية حتى حد ما يدخل لي في قضية الدستور. موجودين أنا ما نشطرش الرأي هذا
لان نتصور كونه ما يمكنش للمؤسسه بهالقيمه هذه عندها شرعيه انتخابيه بالطبع، لكن شرعيه انتخابيه ترجع الى عامين التالي، ونعرف ان المشهد السياسي قاعد يتطور قاعد يتغير، فيه اشياء جديده طلعت ما كانتش موجوده قبل الانتخابات، بحيث لا بد من الانصات المتواصل المستمر. شنو اش فما جديد في المجتمع؟ اش فما جديد على مستوى الاراء الشعبيه ونتفاعلوا معها؟ وفي نهايه الامر هل المنتوج هذا يعني حقيقة يستحق هو هذا الاحترام على الأقل؟ إذا كان مقصودش يستحق الرضا التام، يستحق على الأقل الاحترام، احترام المجهود الكبير اللي وقع حقيقة مجهود كبير. وبش يذكروا التاريخ، ما نحكيوش ياسر عليه، لكن بش يذكروا التاريخ المجهود هذا، النتيجة كما قلت نتيجة طيبة جيدة لكن قابلة للتحسين، وإحنا قادرين بالتوافقات في داخل المجلس، لكن كذلك ونأكد على هذا بالإنصات المستمر لما يدور خارج المجلس، وفما حوار وطني، حوار وطني أنا ادفعت باش كونه يتواصل ما يتوقفش، ولو توقف توا لكن لظروف خاصة بالحوار هذا وبالمكونات نتاعو، لكن نتمنى يتواصل ويقدم مقترحات باش يكون عندها تأثير. هو على تسمع سيد الرئيس باش نزيدوا نفهموا شوية على خاطر الجدل هذا، هو حول فكرة زادة كذلك تغول هيئة التنسيق والصياغة على فكرة أنه إملاءات حزبية من داخل الحوار الوطني قد تكون هي تجاوزت عمل اللجان التأسيسية لمدة أشهر، وبعض النواب يقولوا احنا قدمنا مقترحات وما لقيناش بعد من خلال مشروع هيئة التنسيق والصياغة ما لقيناش ولا لقينا يمكن تجاوز لمقترحاتنا. هذا الإشكال الآن كيف يجيب رئيس هذه اللجنة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي عن هذا الجدل الموجود على الساحة؟ لا شوف، يلزم الإنسان، علاش ذكرت أنا قبيلة بحاجة اللي هي تبدو بديهية، هذه هيئة التنسيق والصياغة ماهيش منفصلة عن اللجان التأسيسية. تو رجعنا للفصل 104 قبيلة، أنت ذكرته في المقدمة نتاعك. الفصل 104 يقول الهيئة هذه هي المسؤولية نتاعها الصياغة النهائية بالاعتماد على أعمال اللجان وبالاستئناس برأي الخبراء. احنا عملنا الحاجتين هذوما، يعني ما انطلقناش من الصفر، بالعكس هي مجهود كبير تواصل الى اكثر من سنة قامت به اللجان التأسيسية. ثم اذا كان دخلنا عملنا قمنا بتصويبات سواء كان تحت تأثير كلام الخبراء او تحت تأثير المقترحات اللي جاتنا من خارج المجلس، لكن الناس اللي عملوا مقترحات واجتمعوا في دار الضيافة بعد مناداتهم من طرف الرؤساء الثلاث ما همش غرباء، اولا هما احزاب ممثله موجوده في صلب المجلس، ثم فيهم حتى نواب، فيهم حتى رؤساء كتل نيابيه. يعني المقترحات هذه، يا هل ترى المقترحات هذه قدمت بينا يعني زادت حسنت في الدستور، والا بالعكس وقرت بينا بالتوالي؟ هذا السؤال الحقيقي لو كان النقاش جدي. اي سيدي انا قدمت لك حاجه خارقه للعاده في اللجنه التاسيسيه الفلانيه اللي لها بالتوطئه او بالحريات او بباب من الابواب، وانت ايش بك عملت بينا مرشريه؟ ما ثم حتى حاله من النوع هذا. يعني كل التنقيحات التي ادخلت على المسوده الثانيه والثالثه بالعكس قدمت بينا في باب الحريات، قدمت بينا في اللجنة مثلا المختصة بالنظام السياسي، جابت لنا عمرها ولا جابت لنا مشروع؟ ديما تجيب لنا اثنين ولا ثلاثة وبالله يختاروا، ايش نعملوا احنا؟ نهزوا الثلاثة هذوك معناتها اللي هو ما توصلش فيه بعد 14 شهر باش تحسم فيه وتقدم لنا مقترح اللي هو متناسق، نزيدوا نلكمتوا الامور الكل نجيبوها للجلسة العامة نقعدوا عام واحنا نتناقشوا، بحيث لابد كما قلت فما تحمل مسؤولية، لابد من الحسم، لكن حسمنا في الاتجاه السليم اللي قلنا لا أراكم توا هذا كانت عندنا في اللجان التأسيسية مقترحات اللي هي تقدمية تضمن الحريات تضمن كذا، وانتم جيتوا ربي يهديكم كلام يولي كلام بالمنجد. أما تلوم علي علاش؟ تلوم علي خاطر وخرت وإلا على خاطر قدمت؟ ثم الغريب هو كونه فما ما همش برشا، لكن فما البعض سمعناهم ساعة ساعة كما يقولوا بين دقيقة ودقيقتين، يجي يقول 104 واللجان التأسيسية كلامها مقدس وكيفاش بدلتوه وكيفاش حورتوه، بعد دقيقتين يقول شبيكم ما خذيتوش ما استنيتوش الحوار الوطني حتى يكمل باش تاخذوا المقترحات. ثبت لي
هل ترى أنت تحب نرجع للمسودات نتاع اللجان التأسيسية يعني نوخروا بثلاثة أربعة شهر، وإلا في نفس الوقت تطلبني باش نزيد نستنى باش نجيب شيء من برا؟ فين هال 104 وقتها؟ يعني كل حاجة، وهذه هي موجهة شوية زادة لوسائل الإعلام بالطبع، هما المسؤولية متاعهم ومهمتهم كونهم ينقلوا بصدق كل ما يقال، لكن التثبت يعني الإعلام المواطن وقت يجي حاجة متناقضة مع حاجة ما ينجمش يفيق بها، لأنه مش مواكب يوما بيوم وساعة بساعة كل ما يحصل. احنا مضبوطين، مضبوطين بالوقت، مضبوطين بقوانين العمل الداخلية، وهذا انا مثلا تحدثت على الحوار الوطني استقبلت مرتين في 48 ساعة وفد من المنظمات الراعية للحوار الوطني وفسرت لهم طيب. ما يعرفوا، لكن زدت فسرت لهم بالضبط شنو احنا الضغوطات اللي علينا وما يفرضه النظام الداخلي علينا، وقلت لهم رانا احنا بشكل او باخر مجازفين وقت اللي ناخذوا باراء جايه من خارج المجلس، لكن اذا كان في المصلحه العامه وحولها توافقات وهنيه كذلك اجابه، ما ثماش واحد يحكم، ما ثماش واحد يحكم براي ولا المقرر العام ولا حتى رئيس الهيئه. بالطبع انا عندي دور حكم، لكن يلزمني نوافق ما بين الاراء، ثم هي ماهيش معناتها عباد كما دباب الكوكاكولا فرد قالب. الهيئة التنسيق قلت فيها الرؤساء والمقررين متاع الستة لجان طيب. يعني بالتنوع السياسي والفكري متاعهم اللي مثلوه. طيب سيد رئيس المجلس، تحدثتم عن اللجنة التي تناقش النظام السياسي وتقصدون لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما، وهي اللجنة الوحيدة التي لم تجتمع اليوم، يعني كل لجان تأسيسية اجتمعت اليوم لتلقت النسخة النهائية لمشروع المسودة، بدأت تشتغل عليها لتقديم مقترحاتها، إلا لجنة هذه اللجنة، لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما، يعني بماذا تفسرون أولا؟ لا مش ماهوش تفسير هذا أولا، ثم يعني إذا لم تجتمع اللجنة اليوم ورئيس اللجنة صرح لوسائل الإعلام أنه يعني هنالك تجاوز لهيئة التنسيق والصياغة، وهنالك كذلك ذهاب إلى المحكمة، تهديد بالذهاب إلى المحكمة الإدارية. شوف احنا والحمد لله فم مكسب كبير ياسر ياسر، وانا متاكد اللي كونه التونسي ما عادش باش يسلم فيه، هو مكسب الحريه. كل انسان اليوم حر باش يعمل ما يضر له. الشيء اللي ناسف له هو ان فما مصلحه عامه، فما كما قلت مسار في اطار العمل نتاع المجلس اللي يخدم الى حد الان كما قلنا في اطار هالتوافقات، فما اللي يقول هذه محاصصة حزبية وبرشا كلام يبدأ كنيجاتيف، وهو في الحقيقة طبيعة الأمور. وخي يتقابلوا ناس اللي ما يحملوش نفس الفكر وما عندهمش نفس المراجع، بالطبع كل واحد باش يحاول يجبد ليه. شنو فاش نجحنا في تونس؟ في تونس نقول، وما نحبش نحكي على غيرنا، نجحنا اللي كونه ساعة ساعة نضيعوا شوية وقت أو ما يسمى بضياع الوقت، لكن في نهاية الأمر حتى الناس اللي تبدأ بعاد ياسر على بعضها بشوية بشوية ويقربوا وقت جد الجد. وأنا متأكد وأن التوانسة الكل بكل مشاربهم وقت جد الجد يعرفوا فين المصلحة العامة ويقربوا لبعضهم باش يجيوا هالتوافقات هذه. بالطبع التوافقات بما أنها جاية من أطراف اللي هي ما هيش منسجمة تمام الانسجام، باش يبدأ دائما فيها أشياء اللي هي تقول والله هذه مش متقاربة ياسر، لازم التعديل، والتعديل يجي فيما بعد. يعني أنا متأكد وانا باش نرجع له شاهد العقل سي عمر الشتوي، لان مش معقول كونه تعطلنا في وقت من الاوقات في اوت وتعطلنا في ديسمبر، لان هي لجنه عندها موضوع من الخطوره بمكان، يعني نظام سياسي مش حاجه بسيطه، هذا الانسان لازم يقرر زاده بكل تواضع، لكن في نفس الوقت هذه كوكبه كامله متقدمه ما يلزمش واحد يعطل لها المسار نتاعها، لان هذا باش يعطلنا على الاقل توا 24 ساعة، غدوة باش يوليو 48 ساعة. يعني اللجنة الوحيدة اللي ما اجتمعتش وما بداتش أشغالها لإبداء النظر، لإبداء الرأي كما يقول الفصل 104، وتقديم مقترحات كذلك. لا المقترحات بالطبع باش تعمل تقرير، عاد إذا كان هي ما تنجمش تقدم مقترحات يا خيبة المسعى، بالطبع باش تقدم مقترحات وتقول كما كنا نحكيه قبيلة بالكشي هالفصل هذا راكم في التغيير اللي قدمتوه راكم وخرتوا بينا، وباش نراجعوا وقتها، نراجعوا أمورنا، والكل نراجعوا أمورنا، لأن الجلسة العامة من هوني هي الفيصل، هي اللي باش تقرر، انتهت اللعبة. المقترحات مازال الباب مفتوح للمقترحات والتعديلات،
لكن في نهاية الأمر الجلسة العامة ونواب الشعب هما اللي وبالنسبة للتلويح بالذهاب إلى المحكمة الإدارية اللي وبالنسبة للتلويح بالذهاب إلى المحكمة الإدارية هذاك شأنه هذاك هذاك برشا ناس ولا تحك راسك ومشي للمحكمة الإدارية. الشيء اللي نبه فيه هو أن القضية هذه مش بسيطة، ما هيش مسألة إجرائية والله ما مديتليش الواحد وما صحتليش على يعني محضر الجلسة، هذه حكايات هذا دستور. اولا المحكمه الدستوريه في كل الحالات ما تنجمش تدخل في الاداريه، المحكمه الاداريه لا في الامور التشريعيه ما تنجمش، ما مش من مهامها. اللهم كان تسمي روحها مغدوة محكمه دستوريه اشياء اجرائيه، اي في الامور الاجرائيه هني قلت لك انا الامور الاجرائيه معقول كونه انسان هكا خيانه مؤتمن كذا، لا فما كلام كبير، فما كلام كبير ولو كان تراجع على مضامين الوطن وغيره. بالطبع اذا كان تولي حاجه من نوع هذا يعني حقيقة تولي حاجة اختيرة، ونقول أنا في ظرف اللي واضح كونه اللي يحب يقدم تنقيحات، اللي يحب يحسن، اللي يحب يصوب، الباب مفتوح والمجال مفتوح، وباش يكون كما العادة قدام الرأي العام يعني في المباشر. احنا توا أمورنا المؤسسة الوحيدة اللي تبارك الله يعني كل ما نعملوه تبارك الله متقدم للرأي العام، عندنا شهرين قدامنا باش اللي عنده يدلي بدلوي بعد لأدلينا بالدلو متاعنا توا عام ونص يعني، وما زلنا نواصله. وانا متأكد، وهذا علاش دائما انا متفائل، كل ما يسألوني نقول لهم راني متفائل على تونس. انا متأكد وان رغم اللي النص اللي توا في يدنا جيد باش يكون افضل يعني في نهاية المطاف، وربما الهدف اللي نسعاوله من خلال التوافقات والسعي المتواصل للتوافق هو كونه في شهر جويليا نصادقوا عليه بأغلبية مريحة مش بتاع ثلثين، إن شاء الله أكثر من ثلثين. أما قبل ما نوصل لشهر جويليا سيد الرئيس كبيرة سيدي رمضان في الأفق ذهبت الأطراف السياسية إلى الحوار الوطني بهدف وجود التوافق. نجد نفسنا في اليوم في انعدام التوافق في الحوار الوطني داخل المجلس التأسيسي وفي الحوار الوطني بيدو. شنو ما يظهر كاين ولادة الدستور عسيرة، شنو ما المراحل اللي باش نشوفوهم من هنا الجويليا، وشنو اللي نجم نزيدو نضيفو، شنو اللي نجم يزيد يتبدل في هالمشروع اللي عرفناه نهار الجمعة اللي فاتت؟ لا اولا معناتها هوني مذبية شويه دقه، وقت نقولوا ما ثماش توافق خارج المجلس وداخل المجلس هذا ماهوش صحيح 100%، لان اولا وصلنا الى توافق بين سبع احزاب اللي وقت يتلمهم مع بعضهم يمثلوا تقريبا الثلثين، هذوما اللي خذينا بالمقترحات نتاعهم 100%، كان يقولوا لي عكس ذلك يبينوا لي، ربما مش بالصيغة اللي كونوا خموا فيها في مخاخهم، لكن احنا جانا نص مكتوب في 16 15 مئة وبعده جاء 16 مئة اللي أكد عليه ولو بشيء من التلخيص، لكن البيان اللي خرج في 15 مئة ممضين عليه سبع أحزاب خذينا به نجم نقول 100% في الصياغة، ربما فما اللي يشعر كونه ما كانش هذاك وقت اللي كتب الكلمة هذيك كان يتصورها كونه الصياغة متاعها باش تكون بشكل آخر، هذا مفتوح للباب للنقاش يعني. توا نجم نقولوا عنا ساكل، عنا قاعدة اللي مريحة نسبيا. شنو اللي طامحين له؟ كونه ماهوش ثلثين، ماذا بينا أكثر. وهذا علاش أنا كنت من أول من دعا إلى الحوار الوطني، حتى الحوار اللي وقع في دار الضيافة وهذا معروف ما نتكلمش ياسر عليه لأنه مش لايق، لكن أنا حبيت الحوار الأولاني اللي وقع في دار الضيافة يضم المنظمات الراعية للحوار الوطني، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وعاوننا لأن بالفعل قدموا وقدموا مقترحات مفيدة في الاتجاه الصحيح. نقول أنا خذينا بعين الاعتبار الحوار إن شاء الله يتواصل، إن شاء الله التوقف هذا اللي وقع اليوم اللي هو المرحلة الثانية، لأنه مرحلة 15 مئة هي دار ضيافة ثم الجولة الثانية من مبادرة الاتحاد أيه اللي انبثقت عليها لجنة، وإحنا نستناو فيهم باش يجيو بحذانا في المجلس قراج التروازيام ميتون ولا البرولونغاسيون كيف تسميوها في الرياضة، نستناو فيهم باش يجيو بحذانا ويتقابلوا مع رؤساء الكتل وتولي حقيقة لحمة
بين مكونات المجتمع المدني خاصة المنظمات الراعية من نوع ثقيل، سواء كان من الحجم، من تاريخ، من رمزية، رابط حقوق الإنسان، الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عمادة المحامين، هذوم كلهم عندهم دور وثقل اجتماعي كبير نستناه، وكونه هذا يوصل إلى مقترحات، وهذا باش يكون هام وهام جدا، خلافا للبرشة كلام قاعد نسمع فيه باش يكون هام. علاش؟ خاطر باش تخرج عنه وهذا ما نتمناه أنا، وثيقة في الاتجاه السليم، يعني في تحسين مجال الحريات، ربما في الإشارة إلى بعض التناقضات بين باب وآخر، حاجات ما هيش متلائمة مع بعضها. هذه باش يكون وثيقة مهم بالنسبة حتى للرأي العام، هاو شي يحبوا الحوار الوطني في الشوط الأخير متاعه، وما عندهم أشياء أخرى ضد العنف، لتنقية المناخ العام السياسي في البلاد، يعني عندهم مهام كبيرة أخرى، ما مش حاصلين روحهم في الدستور، لكن بالنسبة للدستور يقدموا مقترحات، قلوا هاو ما بقي تبارك الله 16 ولا 17 حزب ملمومين، مهم كونه الرأي العام يعرف اللي هم متوافقين حول 4-5-6 بنود ماذا بيهم يكونوا في الدستور. إيه ولكن اليوم سيد رئيس المجلس، يعني الجبهة الشعبية يعني قاطعة، ما نعرفش عليه، قلت لك ما ندخلش علاش قاطعة، ما نعرفش، أنا سمعت حتى اللي أنا ما إنسان انقلابي، مانيش فاهم أي جزء من التاريخ متاعي يسمح لأي أخ تونسي يعرفني من زمان يقول أنا رئيس المجلس الانقلابي. أنت تقصد في حمل همام؟ لا لا، ما نقصد في حتى حد، أنا برشا كلام قال وتقال بناء فوضوي وتقال برشا حاجات اللي هي بناء فوضوي قالها سي عمر، هي مش حاجة باهية لهالم الكم الكبير من المجهود اللي ساهموا فيه الناس هذوما، يعني هما ساهموا اللي اذا كان بناء فوضوي وانت تتبع فيه تو عندك 16 شهر على الاقل تكون كومبليس، معناتها اقل ما يقال اذا كان ما قلتش حاجه اخرى، يعني حاجه حقيقه نقول انا هذا داخل في التجاذبات السياسيه، واحنا في حمله انتخابيه من 14 جانفي متواصله، فهمتني؟ حيث هذا ما يقلقناش. يمكن نرجع اللي قالته زميلتي فريدة الدهماني، مهم الآن أنه نفهم زادة الوضعية بالنسبة للتونسي اللي ساعات ما يشوفش كل شيء وردي، بما أنه الانقسام الآن اللي تحكي عليه فريدة الدهماني موجود داخل المجلس من خلال مثلا جلسة يقوم بها البارح نواب من المعارضة ومن بعض الحساسيات داخل المجلس. أنا ما قلتش لا راني في نفس الوقت الحوار الوطني كما يقول زميلي حمد الغداوي، هناك الآن جبهة شعبية اللي تخرج من هذا الحوار وتقول هناك انقلاب على بعض المضامين داخل الحوار الوطني، وتقول أنه حزب الأغلبي في البلاد هو حزب اللي يحب يمرر من خلال الدستور ولا من خلال الأداء السياسي والحكومي حاجات اليوم مش موافق عليها، ولا عديد الأطراف مش موافق عليها. والآن سيد الرئيس هناك أصوات تتهمك أنت شخصيا تتهم الأداء متاعك في رئاسة هيئة التنسيق والصياغة، في فكرة تحسين الثورة، عديد المواضيع وغيره، البعض يدعو مثلا نعطيك سي مصطفى نرجع لك بالواحد تاخو أنت الوقت الكل، البعض يدعو إلى حل المجلس اللي يعتبره انقلب على الشرعي، نائب منجر رحمة يسيرش نعطيك، هناك من يدعو إلى التظاهر والاحتجاج أمام المجلس مع بداية المداولات في الجلسة العامة، هناك من يدعو إلى مقاضاتك ومقاضاة آلية القرار داخل هيئة الصياغة، هذا زاد من الأوضاع اللي موجودة ومن الأصوات اللي موجودة على الساحة. أنا هذايا بالعكس، هو هذايا يدل كونه كما قلت قبيلة، وأنا مؤمن بهذا، وأن تونس فضل تضحيات شبابها اللي استشهدوا من أجل في إطار الثورة هذه، عندها مكسب لا يمكن التراجع عنه هو الحرية. يعني اليوم المواطن، أي مواطن يقوم الصباح يقول شنو نعمل ويعمل، بالطبع هذا يلزمه شيء من التعديل، فما ضوابط، فما احترام قانون، هذا يلزمنا نجيوه في وقت من الأوقات، يلزمنا نجيوه. أنا من الكلام هذا ما يقلقني شيء إلا عندما يمس بمؤسسة اللي هي اليوم المؤسسة الأصلية في إطار الشرعية، يعني كل الشرعيات منبثقة منها. طيب أنت كي تجي تقول بالله حل المجلس التأسيسي، إيه وش باش تعمل في بلاست؟ ما فما واحد طلبنا نهار 23 أكتوبر 2012 باش نمدوا المفاتح، وقعدنا حايرين لشكون باش نمدوه، لأن ما ثماش الحل البديل. يا سيدي مترشش أنت على المجلس التأسيسي مش قائم بالدور متاعه، إيه ما أنا نحيوه، وبعد شنو اللي باش تبدله؟ يعني باش يجي يدخل بالمجد وقتها يدخل البلاد في عيد. اللي يقدح في شرعية المجلس الوطني التأسيسي طالما ما وصلناش إلى تنظيم انتخابات، ولا ربما التشنج
ربما شيء جزء من التفسير كونه قاعدين نقربوا من الهدف. ما لاحظتش اللي كونه قد ما نقربوا من كمال الخدمة متاعنا وحددنا الرزنامة وقلنا الانتخابات إن شاء الله ما تفوتش 2013، السخانة طلعت ما هبطتش، الشعب تفرهد، ربما قاعد يشوف في أفق، ومش الشعب التونسي برك، الرأي العام العالمي الدولي ينتظر، يحب رزنامة واضحة ويحبنا نقدمه ما يحبناش نوقره. هي أطروحات تستند سيد الرئيس راهو إلى تستند إلى طرح معين، هذو الناس مثلا يقولوا اللي الوثيقة التي ستنبثق على المجلس الوطني التأسيسي وثيقة الدستور هي وثيقة سياسية وليست بالطبع هي سياسية، هي سياسية اليوم اليوم موافقين عليها لأطراف معينة، لأطراف معينة شنو هي قلت اشتوى ثلثي لأحزاب الحزب الجمهوري يا أخي في الترويكا ولا مش في الترويكا، التحالف الديمقراطي في الترويكا ولا مش في الترويكا، مؤتمر في الترويكا لكن على صوت آخر، يعطيك الصحة. معناته والدليل لكونه ما هيش التقسيم اللي بدينا به في المشهد السياسي هو بدقار، لأن التجاذبات موجودة، الأهداف متاع هذا وهذا، قد ما نقرب من الانتخابات فما برشا أشياء مش تتغير، وهذا يلزم إنسان يتفاعل معاه ويقبله بكل أريحية. ما يقلقنيش كونه واحد يتكلم في مصطفى بن جعفر ولا في التكتل ولا في كذا، بالطبع يأسفني شوية، لكن اللي قلق بالمجد لأنه يمس بالمسار الكل، الشعب فد وعياء يحب يوصل الدستور متاعه يكون واضح ويكون بالطبع في مستوى طموحاته وفي مستوى التضحيات اللي قدمها الشعب التونسي من أجله، لكن يحب أجندة واضحة ويحب ينظم انتخابات ويحب يخرج من الوقت للاستقرار للدائمة. يحب حكومة غدوة ونظام اللي يعمل له برنامج نتاع 5 سنين يصلح له أموره، فما أشياء تحتاج إلى إصلاحات جوهرية، المنظومة الاقتصادية متاعنا المنظومة الاجتماعية تحتاج حقيقة إلى حلول جذرية، ما عادش تنتظر توا قاعدين نرموا راو اللي يطلب في الحكومة باش تعمل كذا وكذا وكذا، له الحق في ذلك، لكن الحكومة مدامها وقتية وعندها حد معين من الزمن اللي تتواصل فيه الفيد الأورجانس قاعدة تبهت. لكن الخوف هو أنه كي نزربوا يمكن يكون فما خرق القوانين مثلا، همو لمونا اللي تبطينا أكثر من اللزوم، فهم اللي قال تاريكم أكثر من عام هاكم فتوا العام وإحنا أعطيناكم منداب عام، نثبتوا أمورنا ساعة، شو نحبوا؟ نحبوا شيء مزروب، إحنا بعدنا على المزروب، لا كونستيتيوشن اي تو سوف اون كونستيتيوشن باكلي، خذينا الوقت نتاعنا، وكما قلت الهدف نتاعها مش النص، فما انا عجبني استاذ من الاساتذه قال راهو ماهوش نص الدستور هو الاهم شيء، وفي هذا شويه غلط، قال كيفاش الممارسه نتاعو، كيفاش تجاوبوا مع الشعب، كما قلت الدستور 59 ما كانش خايب، لكن قاد الى الاستبداد، قاد الى نظام الحزب الواحد، الاراده السياسيه، احترام الدستور هو المهم مش النص، بالطبع يلزم عندك قاعدة سوكل اللي تنجم ترجع له هذيك المرجعية الأصلية، ويخلي المجتمع المدني باش يقول لك لا راهو الفصل الفلاني، وتوا عندنا أكثر من المجتمع إلى جانب المجتمع المدني عندنا محكمة دستورية إن شاء الله تسمح لنا باش نتقدموا في الاتجاه الصحيح، وإذا كان صار اعوجاج من هذا أو من ذاك يعني تقوم الاعوجاج. طيب تواصلا مع زميلي إلياس ومع ما كنتم تتحدثون عنه والتحالفات الجديدة في المجلس التأسيسي، يعني مش تحالفات اللي بدينا بها في 23 أكتوبر، هل كيف تتوقعون يعني حظوظ المصادقة على الدستور في قراءة أولى بأغلبية الثلثين؟ أنا نقول لك توا مرة أخرى باش نعاود نقول أنا متفائل، أنا بالحق متفائل، متفائل لأني مؤمن وأن الشعب التونسي عنده من القدرات وبين ذلك بالممارسة. احنا نتفكر ديما الأسابيع الأولى وقلي بدينا نحكيو على الدستور ومسألة الهوية وما الهوية وكيفاش نوفقوا، تي الثورة ما قامتش على الهوية، الثورة ما قامتش باش نثبتوا هل ترى احنا مسلمين ولا كفار، هي قامت لأسباب اجتماعية وسياسية، حرية عدالة اجتماعية واضحة، لكن رغم ذلك بالطبع ما هوش دائما نعملوا دستور في تاريخ البلدان، وقت جات صياغة الدستور كل واحد يحب يحط الحويجة اللي هو حاجته بها، وصار ما صار. اليوم اولا في صياغه الدستور في مجمله، وانا ننزه كل من يقول كلمته في الدستور، اما نحبوا شويه موضوعيه ونشوفوا الخبراء، فيه نواقص لا شك في ذلك، ما ثماش حاجه كامله الكمال لله، لكن رغم ذلك يقول على رسول الله على الاقل الامور الاساسيه راهي مضمونه، راهي مضمونه،
الحريات، المساواة بين الرجل والمرأة، والمرأة الحقوق الاجتماعية كذا، كلهم مضمونة، نجم نحسن، عندنا ضوابط اللي ما تسمحش بالتجاوزات، هذا الكل مضمون ينجم يتحسن. لكن في نفس الوقت نقول أنا اليوم القاعدة اللي انطلق منها هالتوافقات هذه، الثلثين مضمونين. أنا قلت ما عادش ننمل بالثلثين، نحب أكثر، وهذا ممكن بالإنصات إلى الآخر، يلزم ساعة كل واحد يتعلم باش يقبل الآخر ويحكي في الصندي، ما يعملش العركة الجانبية وتولي خاطر ما عملت ليش كذا وما صحت ليش في كذا، ولا والله جيت مخة، ولا ما وزعتش عليها كذا، تولي أمور ثانوية. فما أمور هامة وهامة جدا اليوم البلاد كاملة مسارها من الثورة، وعملنا انتخابات في ظروف طيبة وسليمة اللي شد بها العالم أجمع، نحب نكملوا في نفس الاتجاه ونحقوا هالشيء اللي هو مهم وينتظروا فيه الكل في الداخل وفي الخارج، نخرجوا من الوقت وندخلوا للاستقرار. يعني كما تحدثتم الرزنامة، يعني يمكن أن نحافظ على الرزنامة، الرزنامة استحقاقات القادمة في ظل هذا تأخير. أنا متأكد من ذلك، رغم كان من المنتظر، عفوا سيد رئيس، كان من المنتظر أنه الانطلاق في الجلسات العامة يعني قبل تقريب 3 أسابيع، يعني الآن بالنسبة للرزنامة الذي وضعها مكتب المجلس. أنا نتصور كونه هي الكل راهي مربوطة، وهذه عندي فيه تجربة، فالمدة هذه اللي عديتها فما حاجات تفصلها في ساعة، وقت اللي انت كنت تنتظر كونه يلزمها أسبوع، والعكس بالعكس، ساعة ساعة تجي تقول هذه ساعة تو نكملوها وتقعد فيها أسبوع. الكل مرتبط بالإرادة السياسية، وقت اللي واحد ينحي من مخه هالأمور الحزبية والأمور الأجندة الانتخابية إلى غير ذلك. الناس الكل سيد رئيس، الناس كل، طبعا الناس كل، هو التوافق منين يجي؟ وقت اللي العباد كل تقرب لبعضها وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الحزبية أو المصلحة الشخصية. احنا قادرين بالتوافقات، النقاش متاع الدستور ينجم ياخو نجم نقول لك أقل من شهر، أقل من شهر، لأن شنو هو تو من هون الغادي، شنو اللي بقالنا؟ بقالنا تعديلات، كل 5 نواب ينجموا يقدموا تعديل، والتعديل هذاك يطرح على الجلسة العامة مع ضد نقاش ربما عندما تكون قضية هامة ونقدمه. إذا كان فما توافقات، أولا التعديلات باش يكون عددها أقل، صحيح، ثم الوقت اللي نحتاجوه للتوافق باش يكون أقصر، يعني نجموا في شهر نكملوا. يعني ما أنا ما نستغربش كونه نجم نكملوا في شهر، لكن هو مرتبط بإرادة وبالحاجة السحرية هذه اللي ولات تنجم تقول خصوصية تونسية، التوافق هذا اللي نجمنا عدينا به عقبات كبيرة معناتها. في سيد الرئيس إجا نمشي بعيد حتى ونسبق الخير زيادة، هل تعتبر أن الاستفتاء شبحي يهدد الدستور؟ الاستفتاء يهدد الدستور؟ لا، شبح يهدد الدستور. لا، أولا أنا خلافا لبرشا وخيان وأخوات، أنا الاستفتاء مراش فيها حاجة خويفة ولا عبيثة. هو الاستفتاء لو كان الدنيا دنيا حتى كيف نصادقوا على الدستور بالثلثين ونبدأ مرتاحين في إطار العملية الاستبطان، لو كان الدنيا لي أنا معناتها أنا باش نقرر القرار مش لي أنا، يعني علاش ما نعملوش استفتاء باش نزيدوا نثبتوا وأن الشعب التونسي وراء هالدستور هذا؟ يعني قلت لك ماهوش خويفة، علاش توا العباد متقلقة منه؟ لأنه باش يزيد يوخر في الأجندة، لأن بعد إذا كان ما قريناش في القراءة الأولى يلزم شهر على الأقل للقراءة الثانية، ثم بعد ذلك إذا كان مشينا للاستفتاء يلزم تنظيم الاستفتاء، مش حاجة بسيطة، باش تدخلك على الأقل شهر، وهلما جرى يعني ندخلوا في مسلسل آخر اللي يرجي الوقت اللي تنتظر فيه الناس كل. اليوم التونسي يحب أموره تتصلح ويحب يعرف شنو الافاق متاعه، الشباب يحب العاطل على العمل اللي يحب خدمه، يحب برنامج يحب تعطيه افاق اللي هي تبدا واضحه. هذا الحكومه طالما هي وقتيه باش تقعد ديما كما يقولوا الجير لزافير دو بيو كاو الجير، باش يجي انسان يعمل برنامج، يلزم انتخابات ويلزم مشاريع حزبيه، وكل واحد هاو البرنامج متاعي، وانا نحب نمشي اكثر في الاشتراكيه، والاخر يحب يمشي اكثر الليبراليه، والمواطن يختار، وعند ذلك تستقر. وبالطبع هذا باش يكون عنده انعكاس على الامن وانعكاس على العلاقات الدوليه الى غير ذلك. العباد كل تنتظر في هذا،
باش ندخلوا في الصحيح. والمشكل زاد نتاع الاستفتاء اللي كان المواطن ما يصوتش. هذيك مشكله قانونيه. هذاك هذاك يتفضل تبارك الله عنا من أساطرة متاع الدستور والقانون الدستوري نلقاو الحل. مش هذا المشكل متاعي أنا، هذا مش هاجس. الهاجس متاعي هو الوقت اللي قاعد يمر، وقت اللي التونسي أولا عنده طموحات وانتظارات كبيرة، وبعد عامين من الثورة ماهوش قاعد يشوف بالملموس شنو ما التغييرات، وما يفهمش ديما وما يقبلش اللي كونه طالما احنا مازلنا في الوقت رانا النجم نصلح بعض حاجات، لكن الأمور اللي تحتاج إلى حلول عميقة وجذرية راهو ما نجم يقوم بها إلا نظام مستقر وعنده أمندا بأربع خمس سنين، فهمتني ولا لا؟ باش نجم يدخل في الصحيح. توا في الوقت الحاضر احنا اللي همنا نحسنوا الوضع متاع الأمن حد أدنى من الاستقرار، وخاصة هالانتقال هذا الديمقراطي نوصلوه للمحطة الأساسية متاعه اللي هو انتخابات في أفضل الظروف بالطبع. سيد الرئيس، ذكرت الوقت، ذكرت أهمية الوقت والتوقيت والذهاب إلى الانتخابات والذهاب إلى المشروعية والشرعية، شرعية الانتخاب والصندوق، وأنه ندخل في مؤسسات قارة وأنه ودائما ونبدأ نخدمه بهالدستور إن شاء الله. دستور مبروك على التوانسة الكل. لكن في الأثناء قلت أنت لي فما حاجة تشد ساعة من زمان وحاجة نجم تشد شهر من زمان، وأنه هلا الاستفتاء نجم نخلطه له إذا كان فماش توافق على بعض النقاط داخل الدستور. من النقاط هذه مثلا الفصل 141 كان تسمح، أنت على رأس حزب دخل في تحالف لخلق نوع من التوازن بين وسط اليسار واليمين المحافظ لكتاب دستور يكون في تناغم مع أهداف الثورة، التنمية، المساواة، الحريات. اليوم وقت اللي نقرأه الفصل 141 نلقاو أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة. ألا تعتبر أنه الفصل هذا في تناقض مع الفصل 2 اللي نص على مدنية الدولة؟ هنا البعض من الناس اللي تقرأ الدساتير واللي تقرأ المضامين اللي موجودة داخل الدستور تقول أنه هناك ألغام داخل هذا الدستور قد تعطل العمل ولا المصادقة عليه، وأنه ما نفهموش. فهل قلتونا أنت من الأول ما بين التوازن بين تونس المحافظة وما بين تونس المدنية وما بين تونس هذا، كيفاش قراءتك أنت لهالموضوع هذا؟ هو حاجتين. اولا باش ننسب ديما نحاول ننسب الامور، انا لو كانت الكل ننسبوا نلقاو الحلول ونقربوا ياسر لبعضنا، ولو حتى انسان ما نجم كما قلت لك التونسي ماذا به هو كل تونسي يكتب الدستور على الكيف نتاعو، هذا مستحيل. هذه مضامين، المضمون هذا انا موقفي معروف في داخل الهيئة وعبرت عليه بكل وضوح، قلت كل ما يمكن ان يفتح الباب للتاويل ماذا بينا نتجنبوه. قد يفتح الباب للتأويل 140 بالطبع. 141 بالطبع يفتح الباب للتأويل، وهذا علاش قلت أنا في داخل الهيئة مانيش باش نفشي سر، لأن هذا موقفي وسأدافع عليه، لكن الموقف الموقع متاعي عندي موقف، لكن عندي موقع كرئيس المجلس الوطني التأسيسي باش دائما نكون نقوم بدور الحكم باش نقرب وجهات النظر، مش لازم نجي ناصر طرف ضد طرف، ما توصل لشيء. هذه تزيد تخلق التوترات أكثر من اللازم، وكل ما كسبناه من توافقات ونقول من تنازلات اللي ما كانتش منتظرة في عديد الفصول، انت شديت فصل لكن فما فصول أخرى كمثل. إيه كمثل، لكن فصل هام هام جد اللي جبته. هل قلت التأويل هذا احنا فما حاجات اتفقنا عليها كما الفصل الأول بعد لقي معنا تحدثنا طويلا باش من بعد رجعنا الفصل الاول نتاع الدستور نتاع 59، ثم الفصل الثاني اللي زدنا ركزنا عليه وما جاناش من المجالس من اللجان التاسيسيه، ركزنا عليه كون تونس دوله مدنيه. قولوا اذا كان فما فصول ماذا بينا ما تتمسش، ها الفصل الاول والفصل الثاني، خاصه وانه اسبق المصادقه عليهم جدل طويل، علاش نعملوا جدل اخر بفصل في صياغه مختلفه؟ ما وصلناش للتوافق وقت المصادقة على الفصل هذا. أما أنا نتصور كونه في قادم الأيام وخاصة كيف تجينا مقترحات في الاتجاه هذا، لأن حتى اللقاء اللي جمع عدد من الأحزاب في دار الضيافة ما نجموش يحلوه المشكلة هذا، لأن القضية طرحت. إن شاء الله الحوار الوطني الحالي يعاون، وإن شاء الله التعديلات اللي بتجي تزيد تعاون في الاتجاه الوضوح و
يعني التشبث بالشيء اللي اتفقنا عليه وما نحلوش مشكله كبيره. وقال يقولوا الغام ديما نتذكر الكلمه نتاع الاستاذ من الاساتذه القانونيين، ما نحبش نعمل له اشهار لكن هو استاذ محترم، يقول راهو الدستور نص لكن التطبيق نتاعو اهم بكثير، والتطبيق نتاعو مرتبط بالاراده السياسيه نتاع الناس اللي باش يجيو يحكموا في تونس غدوه. هذا مش باش نقعد نخوف الناس، لان هو هذا كمرجع، لكن في نهايه الامر الناس اللي بتشد المقاليد الحكم هي اللي باش يكون عندها في يدها ضمان. كما قلت لك الدستور 59 قادنا الى الاستبداد، يعني قادنا الى الحزب الواحد، قادنا الى القمع الحريات الى غير ذلك. يعني النص مهم كي يبدا شكل واضح ما يخليش اللبس، وهذا الهدف اللي نحبوا نوصلوا له وان شاء الله نوصلوا له، وانا متاكد كونه باش نوصلوا له، لان انا عندي تجربه اغلب التوافقات اللي هي اليوم توافقات صعيبه نجم نقول ما نقولش تعداد تحديدي لكن واكبتها وساهمت فيها الى غير ذلك، وانا مطمئن من الناحيه هذه. واضح. مساله الحقوق والحريات وهي اثيرت كثيرا يعني في حوار دار الضيافه وفي مبادره الجوله الثانيه من مبادره الاتحاد، يعني هنالك تخوف كذلك من الحقوق والحريات وحريه الضمير، حريه المعتقد، يعني الحق النقابي تحدثتم في بدايه هذا الحوار، يعني هذا التخوف خاصه على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ومدنيه الدوله، ماذا يمكن ان نقول بشانه؟ والله ما ثمش داعي على التخوف. علاش نقول ما ثمش داعي على التخوف؟ مش باش نطمن ونسكن، لا بالعكس، لان اللي وصلنا له قالت الزميلة أختنا الكريمة، قالت معناتها ولادة عسيرة، وصلنا له بعد نقاشات حادة وطويلة ومذنية، وصلنا له ما نتصورش كانوا باش يقع عليه التراجع، لأن اللي وصلنا له عن اقتناع، ما نتصورش كونه اليوم واحد غدوة باش يجي يقول يحك راسه يقول لا والله حرية التعبير ولا الفكر اش قولكم لو كان نحيوها من الفصل كذا، ما نتصورش. هذا اللي طمني، واللي طمني أكثر هو حيوية المجتمع المدني. ما تتصوروش قداش يكون عنده تأثير، والدليل على ذلك التأثير متاعه على المجلس بنفسه. ما نجموش نكونوا في منأى أي قيادة سياسية وطنية، وأنا نتصور القيادات الكل حتى كي تختلف وتتعارك تحب البلاد متاعها وتحب الوطن، ما نتصورش يكونوا إنسان باش يسكر وذنيه على ما سيدور حوله. وإحنا الحمد لله عنا نساء ورجال وشباب تبارك الله عليهم بون يخرجوا ساعة ساعة على الموضوع، لكن هذا في طبيعة البلاد وفي طبيعة المرحلة اللي قاعدين نمر بها. ما عادش فما تونسي مستعد أولا لا خوف بعد اليوم، وهذا أكيد، وما همش مش مستعدين باش يسلموا في الحقوق اللي كسبناها وكسبناها بالثمن، يعني ثمن غالي. باش نرجعوا للأحكام الانتقالية، شنو رايك شنو اللي باش يصير في هالايامات ما ضافوش للجان التاسيسيه؟ لا هما ربما اذا كان فما هني نجم نقول نقص تفاهم، لا مش يعني تفاهم، لا هو بالباب هو تو ما فماش انسان في القانون الدستوري ما يعطيش اهميه لهالباب هذا، ربما ما وقعش التفطن، وهذا ما يلزمش واحد يرمي الحجره ولا الكره لصاحبه ويقول انا خاتيني. كنا مسؤولين وقلنا نظمنا اللجان التاسيسيه، ما وقعش التفكير باعتبار كونه مساله بديهيه تنجم هذيك معناتها في اخر وقت، ومازال عندنا مجال، عندنا شهرين وتبارك الله عندنا من الخبراء من قادر على التنبيه في عوض يقول بكم وعليكم ولا زيرو سورفان، يقول هاو كيفاش نتصور انا الاحكام الانتقاليه، والعباد الكل باش تتصنتوا باش تاخذوا برايو، والتعديلات مازالت ممكن، قلت مازالت عندنا شهرين، يا با في اون لا دومور، معناتها ما فماش حاجه اللي تخلي العباد اليوم ساي كاهو مشينا تخذنا. احكام انتقاليه ما وقعش صياغتها في اي لجنه، لان ما فماش لجنه مكلفه. قام المقرر العام والمقرر المساعد قدموا مقترح واستسغناه، يعني ناقشناه صبحيه كامله وحسننا فيه وصوبنا الشيء اللي كذا، وكان حاضر معنا معناتها من بين الزملاء فما عميد وحقوقي، يعني ربما عنده احترازات في الشكل متاع التقديم كما قلت أمور إجرائية، أما خلينا في المضمون. أولا المضمون اللي تعدى يتناقش، ما هوش نهائي، مازال عندنا شهرين باش نحسنوه، لكن كان من الضروري باش نقدموا مقترح، ما نخليوش لوفيد يعني نخليوها فارغ، قال شنو والله ما
وقت اللي عملنا لجنة تأسيسية ما خمناش فيها المسألة هذه، ولا باش نعملوا توا لجنة جديدة نبعثوها ونقعدوا نستناو فيها شهر آخر باش تعمل لنا تقدم لنا مقترح بصفحة. احنا مشينا لو بلو براتيك وما ثماش أي تناقض مع نظامنا الداخلي ومع ما تستوجبه المرحلة. قلت كيف نسبه ونحيو العرك الهامشي ونمشيو في لب القضية نلقاو الحلول. هات سيد الرئيس نمشيو في لب القضية فيما يخص تحسين قانون تحسين الثورة. الآن هناك من يعتبر ويقول السيد مصطفى بن جعفر عطل تقديم هذا المشروع، مشروع القانون للجلسة العامة. تو اليوم باش يقولوا سرع. لا أترشف كيفاش ويشجع القانون وفي الأثناء القانون هذا قد يتضارب عند البعض مع قانون العدالة الانتقالية، قانون الأساسي للعدالة الانتقالية ومنظومة كاملة وعمل لوزارة كاملة وللجان واستماع في الجهات و مجتمع مدني يخدم ووزير ينتظر إلى جانب الناس اللي يخدموا معه الكل سيد سمير ديلو أن هذا القانون يمر على الجلسة العامة ويتم المصادقة عليه وإلى مناقشته. الآن كيفاش تنظر إلى الحكاية هذه سي مصطفى؟ هل سيمر مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية قبل وإلى قانون تحسين الثورة؟ وهذا القانون قانون تحسين الثورة ما هو موقفك النهائي كرئيس حزب وكرئيس المجلس الوطني التأسيسي؟ إيه برشا كسكتات برشا. إيه لا سيب خليني خليني نحب نحصر شوية يا سيد الرئيس كان تسمع. تحب تحصرني شوية هذا العمل نتاعي أنت تعرف. لا شوف أنا بالنسبة للمسألة هذه أنا سبق لي كوني عبرت على رأيي يعني في عديد المناسبات قلت، وأن أنا كنت من أول ربما بشباغة هذايا بعض الناس كنت من أول وقت اللي تخلصنا هربك السيد هذاك من تونس وتخلصنا من الاستبداد من المستبد الاستبداد وقتها مازال ما عارفين كيفاش ودخلت البلاد على الأقل بين بعض أطراف سياسية في جدل حول مسألة الهوية. نذكروا الكل بعد 14 جانفي شنو هو المصير متاع البلاد، هل ترى توا باش ياخذوها هذوما اللي باش يهزونا ما نعرفش لوين الكهف ولا باش نتقدموا حاصلوا مشاكل كبيرة. قلت راه مش هذا الأصل. التجارب الانتقالية الكل إذا كان فما حاجة تهددها نتكلم على المدى القريب والمتوسط هو رجوع الناس اللي كانت في دواليب الحكم لأنهم مازالوا موجودين وعندهم الشبكات متاعهم وعندهم الأموال وعندهم الإمكانيات البشرية والمادية. يعني فكرة كونه نتحسن ضد رجوع الاستبداد اللي كنا نعانينا منه هذه فكرة بالنسبة لي أنا أصلية. لكن في نفس الوقت دعوت مازلنا ما عملناش الانتخابات ولا معليه حتى من اصدقائي المقربين قالوا لي مش وقته وتو الناس تهرب علينا. ناديت بالمصالحه الوطنيه لان بلاش مصالحه وطنيه ما تنجمش لا تبني لا ديمقراطيه ولا اقتصاد ولا حياه يعني مستقره. لابد من المصالحه. لازم نهار من النهارات نسكروا هالملف هذا نتاع العداءات والمحاسبه ونبداو نخمموا في المستقبل. الآلية اولا جات آلية وقتيه هي الفصل 15 نتاع الانتخابات وكانت محددة وخلات رغم ذلك كونه نظموا انتخابات وتكون انتخابات سليمة في مجملها وعطات النتائج والتوافق كان واضح والتوافق بالطبع وكل شيء كان بالتوافق. لكن الفصل 15 سيد الرئيس هذا كاستثنائي كان بصفة استثنائية تتحدثون عن هيئة العاشور معناها هذا ايه هذاك الفصل 15 اي كان معناها استثنائي معناها شنو معناتها استثنائي؟ يعني كان معناتها كان مباشرة الانتخابات المجلس بالطبع هم كانت عندهم الشرعية باش يمشيوا لأكثر من الانتخابات. راهو الشعب التونسي علاش ديما عندي متفائل أنا؟ لأن الشعب التونسي في الفترة هذيك اللي برشا ناس يتغناوا بها قبل اللي ما يتقبلش قبل باش يعيش عام كامل بعد ثورة والتضحيات اللي وقعت فيها أولا مدة شهرين مع رئيس الحكومة اللي كان رئيس الحكومة مع بن علي وهذا تنازل كبير لأنه ما كانش عنده شرعية بعد ثورة ثم قبلوا ما ثم لا برلمان ولا مؤسسة ممثلة إلى غير ذلك في إطار الهيئة هذه المستقلة اللي فيها شخصيات وفيها ناس اللي عندهم مصداقية هذاك اللي خلات نعديه العقبة. لكن الشعب التونسي قبل والطبقة السياسية قبلت بهالتوافق هذا اللي ما عندوش شرعية يعني انتخابية كما توا لينا نتحاسبوا توا اللي عندهم شرعية انتخابية نقول لهم بالله دجاج. هذا التناقض كبير يعني الوضع غير الوضع تماما. تحسين الثورة سيد زيد الرئيس تحسين الثورة قلت أنا لابد أن نحسن الثورة لكن بدون ما نسقط في عملية انتقام جماعي
هذا لا سبيل إليه، وخاصة بالنسبة للمناضلين وفيهم في كل المحطات يعني في كل المؤسسات اللي في الحكم رجوع على خاطر ما عادتش القانون سيد الرئيس. خليني بالله توا حكاية هذه. أنا في كثقافتي أنا ولموني أنا ضد ضرب الجوع. ما عندوش الإنسان الحق باش يضطهد بدنه، أولا يزمو يحترم الذات البشرية. بقى فما وضعيات اللي تفرض عليك هذيك كآخر رمق، أما هو عملية يأس، وهذه عملية يأس اللي مش في محلها، لأن الأمور هوني عنا في المجلس الوطني التأسيسي تمشي بحسب القانون والنظام الداخلي متاع المؤسسة، نحترموه الكل ونقدمه. أنا ما عنديش الحق باش نمنع كونه مشروع يتقدم.